النهارده هيئة قناة السويس عملت مؤتمر صحفي عالمي. أنا عن الحواديت اللي بتتقال في الفترة الأخيرة والناس اللي بتزيط وبتحاول إن هي يعني تتكلم على إنه قناة السويس وبقى قناة السويس وأصول قناة السويس والكلام الفارغ ده. فالنهارده كان حريص الفريق أسامة ربيع ان هو يتكلم عن القصة دي ويظهر بشكل واضح وصريح في مؤتمر صحفي عالمي ان الموضوع ده ملوش اي علاقة باصول القناة. دي مسألة ما فيهاش هزار خالص. صندوق ده هدفه توفير استثمارات، توفير افكار، توفير مشروعات دون التحميل على موازنة الدولة نهائيا يعني. وقال انه المشروع ده ملوش علاقة ابدا بقناة السويس وادارة قناة السويس، وانه لن يسمح ابدا حتى هذا المشروع بقانونه بتواجد اي اجنبي حتى في هيئة قناة السويس. الكلام ده كله كلام مرفوض تماما. وقال انه مصر اللي خاضت حروب كبيرة عشان تحمي قناة السويس، ومن ضمن دوافع الناس اللي بتحاربك الطمع في قناة السويس، مش هتيجي يعني اللي هي بتمتلكها وتحت السيادة المصرية الوطنية. لا يليق ابدا وعيب ان حد يتكلم النهارده يقول لك يا صاحبي قناة السويس. انا بس بقول الكلام ده ليه؟ علشان خاطر تاني وتالت وعاشر ما ننجرجرش للكلام الفارغ. اتجرجر يا عم اللي بيكلمك عن الرز وارتفاع سعره، حقك. اتجرجر يا عم اللي يكلمك عن البيض ولا الفراخ ولا الكلام ده، ماشي من حقك. لكن ما تتجرجرش على ناس تشككك في اصول هذه البلد وعلامات هذه البلد واستثمارات هذه البلد. ده كلام مرفوض تماما نهائيا في هذا الامر. فعشان كده كنت حريص ان احنا نوضحه. هنشوف كل التفاصيل في تقرير دلوقتي. كانت قناة اي تي سي هناك وعمل التقرير من هذا الموقع. بعدها فاصل ثم عندنا تقرير بعد الفاصل عن الميركاتو الناري اللي بدأ يظهر في كل العالم بعد مونديال قطر، ثم نستضيف زميلينا أو محللينا كابتن محمد عبد الجليل والزميل بليغ أبو عيد. مؤتمر صحفي موسع تعقده هيئة قناة السويس لاستعراض ما حققته من إنجازات خلال حصادها لعام كامل والإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس. خلال المؤتمر الصحفي لهيئة قناة السويس أدلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتصريحات واضحة مفادها أنه لا تفريط ولا مساس في سيادة الدولة على قناة السويس أو وصولها، وأنها محمية وفقا للدستور المصري، وذلك للرد على ما تردد حول إنشاء مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية. بقول وأكد أن الصندوق ليس له علاقة بوصول قناة السويس مرة تانية أو ميزانيتها أو مشروعاتها، وده كيان مستقل. يعني نفصل ما بين صندوق قناة السويس والمرفق أو هيئة قناة السويس، مفيش اتصال بينهم، مش هيعوموا على بعض وناخد من هنا نحط هنا، مفيش كلام من ده. كل حاجة ليها ميزانيتها محسوبة وبتتراجع وبتراقب من أكتر من جهة. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استعرض أيضا ما حققه المجرى الملاحي العالمي مقارنة بالأعوام الماضية، حيث عبرت خلال العام الجاري 23,800 سفينة مقابل 20,600 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.3%. وبلغت نسبة الحمولات الصافية التي تحققت نحو 1,410,000,000 طن خلال العام الماضي، بزيادة 10.5%. كما بلغ نسبة العائد بالدولار نحو 7,923,000,000 مقابل 6,300,000,000 بزيادة 25%. هذا المشروع يمكن له أن يستخلص اتجاهين. الاتجاه الأول وهو اتجاه بعض الاقتصاديين في مصر يدعون إليه، وهو اتجاه محترم ويناقش، وبالمناسبة هو مطروح في الحوار الوطني.
وهو فكرة وحدة الموازنة والصناديق والصناديق الخاصة والهيئات العامة. ده موضوع اقتصادي بامتياز أتى الصندوق لكي يثيره من جديد. هل موازنة الدولة تضم كل الهيئات والمؤسسات والصناديق أم لا؟ هناك رأي مطبق الآن أنه لا، وهناك رأي اقتصادي آخر يقول نعم. ومن هنا بعض الاعتراضات تأتي من هذه الزاوية الاقتصادية، وهي بالقطع كما أقول لحضراتكم وأوضح لحضراتكم مطروحة الآن ضمن جدول أعمال الحوار الوطني. الأمر الثاني هو أمر سياسي، وهو الخوف والتخوف عند بعض الناس أو الريبة والاسترابة والتشكيك عند آخرين بأن هذا المشروع فيه تفريط في السيادة الوطنية على قناة السويس. أنا لن أجيب بما هو معروف ومؤكد بالنسبة لي على الأقل أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من هذا الأرض هذا البلد. رئيس هيئة قناة السويس صرح بأن الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار جزء من موارده في تطوير الهيئة، وأن إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أي علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، موضحا بأنه سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة أنشطته وتعاملاته. كريم صبري، ETC.